الحارس التاريخي لنادي الريان وللعنابي. عليا فوق ضربة الرأس، تصويبة يا ولد يا ولد يا ولد، بنيطو بنيطو، مين يعملها غير بنيطو؟ بمهارته، بتركيزه، بإحساسه بالمكان الغير عادي. هدفه رقم 14، بنيطو المهاجم الجزائري الكبير، 9 أهداف الموسم الماضي، 14 هدف هذا الموسم، لاعب الفجيرة والشباب السعودي، ولاعب وفاق سطيف ومولدية وهران السابق، ونجم نادي الوكرة الحالي. متوزع كويس، بص هربان لورا ازاي، بص هربان ورا ازاي، بص بدأ يرجع لورا ازاي، بيحضر نفسه كأنه متفرج على اللعبة قبل ما تتلعب، وبيحضر نفسه ليها كويس. ده حس الهداف، ده حس الهداف وسنس الهداف، بيعرف يقف فين امتى ازاي. ومهدي علي الحقيقة صعوده ايضا بالتيك اوف فرق كتير، وادي بنيطو ببطن رجله في الزاوية البعيدة. نادي الجيش قبل طبعا ما يتم دمجه مع نادي الإخوية اللي هو أصبح الدحيل بعد ذلك. أوه هو ده، هو ده الكلام. تعادل العربي، تعادل العربي. علاء اللاعب الفلسطيني بإصرار كبير مع المساكني ولعيبة النادي العربي، ولسه يقدم نفسه بشكل تهديفي مطلوب. يوسف المساكني عدى بشكل جميل، لسه الكرة في الملعب، مش عايز أقول اتدلعوا شوية، لكن المساكني دخل على مرتين واتعملت بالعرض. علاء قد يكون أو سجلها المدافع في مرمى، يبدو ذلك. أهو هنا اللعبة عادية جدا، هنا اللعبة عادية جدا، عادية جدا، لا في فاول ولا حاجة، كرة سليمة 100%. وادي خالد منير حطش جسمه كويس، ما احترمهاش قوي، لكن المساكني كان عنده إصرار أكتر، رغبة أكتر، عدى ومر وفات، ولا عملها علاء. علاء اللاعب الفلسطيني علاء الدين هو اللي مسجل. يبقى فاضل ومعين الاثنين في نص الملعب. هذا الباص الجميل، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا علاء، الله 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 الله، عملوها عملوها العربوية وبسرعة. أسست من علاء الدين يوسف اللاعب الفلسطيني، سجل هدف ويصنع هدف، وينجح عمر السومة في إحراز هدفه رقم 13 هذا الموسم. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، السنة اللي فاتت 19 هدف السومة، السنة دي بيسجل هدفه رقم 13. المتصدر للهدافين هو أكرم عفيف. أوفسايد ولا لا؟ أشك، أشك إن ممكن يكون فيها أوفسايد، ممكن حتة من الكتف، ممكن حتة من الكتف، ممكن واقف عليها، غير الاتجاه. يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد، ضحك على ترينت مرتين، ترجع تاني السكند بول، بياخدها النادي العربي، تمركز جميل وتصويب. الله 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 الله، صاروخ صاروخ، مدفع الامساك، اضرب، هناك مدفع للافطار وهناك مدفع للامساك، معسومة الافطار والامساك، ليل نهار السومة. نعم يحقق الانتصار ويسجل هدف الشخص الثاني ويرفع رصيد العربي الى الهدف الثالث في اللقاء، 3-1. مدفع افطار، مدفع امساك، السومة مصدر للمدافع. نعم 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 نعم، يا عيني يا عيني يا عيني، لكن المساكني بداها، المساكني عملها. بص بص الكرة وقوتها، خدت ايد سعود خاطر ودخلت المرمى. يا سلام على فيراتي الايطالي، تصويبة تصويبة، روعة 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 روعة، قوة كبيرة جدا، دقة عالية جدا، تاخد ايد الحقيقة سعود الخاطر وتحتضن الشباك وتعلن عن هدف ثالث. نعم، إذن عمر السومة 14 هدف، 14 هدف للنجم الأكرة. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ أها ضربة جزاء، حد يعمل كده؟ حد يعمل كده؟ محمد علاء ضربة جزاء طبعاً، شده من القميص، شده من يا جماعة، حد اللي بيلعب ب 11 لاعب ضد 10 لاعبين للوكرة، الوكرة من الدقيقة 59 بيلعب ب 10 لاعبين. أدي بنيطو الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع، بنيطو يسجل، الجزائري يسجل ويزيد المباراة في المرحلة القادمة اشتعالا استاد وترك الملعب. ولكن بنيطو يشير، لا 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 لا، لا سنعود سنعود. هدف رقم 15 لبنيطو النجم الكبير، والهدف رقم 14 لعمر السومة المهاجم السوري الكبير. صراع الجبابرة، نعم، ولكن ولكن هو مطرود منه لعيب، ما ننساش عمر علي من الدقيقة 59. وادي لوكاس مينديز بطيء شوية في الاستارتات، لوكاس مينديز، وادي فرصة عبد الله معرفة، فرصة الرابع، فرصة الرابع، لا 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 لا، بالأربعة
بالأربعة باتت مقنعة. العربي عاد إليكم من جديد، العربي يعود قبل السوق بعد التعادل مع السد والأهلي والخسارة من الغرافة، الآن يفوز وبالأربعة. عبد الله معرفي أحد بدلاء يونس محمود، هنا لم يكن هناك تسلل أبدا، فترينت اللاعب الأسترالي كان بغطي بكثير، وعمر السومة هدفين وأسست، رجل المباراة الأول. العربي يستحق الانتصار، وعن جدارة سيرفع العربي رصيده إلى النقطة رقم 26، سيبقى في المركز الخامس، ولكن الدحيل اللي فاز على السد بالثلاثة سيرفع رصيده إلى النقطة رقم